ما هو عشان الزيت والزعتر يجيبوا نتيجة في تقوية العظام وتقوية الجهاز التنفسي وتقوية الدماغ والأعصاب، في هاي الحالة لازم نربط الزيت والزعتر، لازم يكونوا أصليين. أصليين يعني بكر، أصليين يعني من شجرة مباركة، من جبال فلسطين، هذا الأصل. ثاني شيء لازم نتحرك، لازم نرفع راسنا لفوق، لازم يكون عندنا الأسباب اللي نضلنا رافعين راسنا لفوق عشان نعمل تركيز للدورة الدموية وتنشيط للدماغ ومن الدماغ لبرا عن طريق النخاع الشوكي. فرفعة الرأس هذه ضرورية، ونضلنا نرفع رأسنا لفوق وننزل، نرفع رأسنا وننزل، نحرك رأسنا، ودائما طلوعنا لفوق، دائما لفوق. وهاي شايفين نتائج، يعني اهل غزة هايهم بيرفعوا الرأس، في كتير ناس من اللي تربوا على زيت وزعتر والله بيرفعوا الرأس. تحياتي لكم جميعا. بنبلش في الزيوت. زيت الزيتون البكر مضاف له ملعقة مطحون من الكركم، الفلفل الأسود، الملح، السمسم، النعنع، وهذا يضاف له ملعقة من الخل وملعقة من الليمون. يدهن الكرش، وفي بدك نص ساعة هرولة بالهواء الطلق مع أخذ أكسجين شهيق وزفير، لأنه هذه الطريقة اللي بدنا نحرق على فيها الدهون. ونشرب لنا لتر مياه فاتري، ما نحط فيها ليمون بمقدار حبة ليمون، ونحط فيها 3 4 معالق خل تفاح. وفترة النص ساعة هذه نشرب اللتر هات مع أكل الخضروات، وتخفيف الغذاء أو الأكل اللي بتاكله للربع للربع، يعني حافظ على كل المكونات بس خليها الربع، وزيد من المياه على الإرهاق والتشنجات العضلية وكل شيء. ومسكينة أمي فيها سياتيك زيي، يعني الآن بتعمل الدواء، والله الدواء ما بينفع يخفف الألم شوي، وبعدين بيرجع نفس الألم. الله يحن عليك ويرحم أبوك ويخلي لك أمك وينصر المسلمين يا رب. إحنا يا كلنا عرب، والله كلنا عرب، ودم واحد يجري في العروق. هذه التمارين يعملوها مرة في اليوم 5 دقائق في الفترة الصباحية، عملية استرتش كامل لكل جسمكم.